فكرهم يتخلصوا من القيود التي تحط كثيرا من الابداعات في المواطن. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم، فضلكم لن يكون رحيما بدفاعات شبه المحمديه. من الصعب يا ساره انك تخطئ امام سفيان الرحيمي، ولا رحمه ولا شفقه من سفيان الذي ينجح في التوقيع على الهدف الاول في هذه المباراه. تصبح النتيجة يا سادة 1-0. السرعة فوق النجمة، السرعة فوق النجمة التي تحدثنا عليها كثيرا. أي وقعت الكرة مكينة الرجاء، أكيد أننا سنتابع الإعادة لما حدث في النجمة الأخيرة من عمر بوطيب. لمسة وهي لمسة ساحرة من محمود بن حليم، في الأسيست محمود بن حليم. محمود بن حليم تمريرة ممتعة جدا، ممتعة جدا لسفيان الرحيمي. الرحيمي صعب أنه يضيعها،